إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم على قناة شوف تي في، وكما عودناكم دائما نوافيكم بآخر المستجدات. إذن اليوم المغرب كيعرف أكبر عدد من المصابين لتصل الحصيلة إلى 2528 مغاربة العالم، أي بزيادة 245 إلى حدود الساعة 10 من يومه الجمعة. إذن مشاهدي الكرام، كما شفتوا معنا فاليوم عرف أكبر عدد من المصابين 245 حالة إلى حدود الساعة 10 من يومه الجمعة. فغادي نحاول نقرأ لكم بلاغ ديال وزارة الصحة مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 245 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 2528 حالة. إذن مغاربة العالم، العدد الإجمالي للمصابين بالكوفيد 19 2528 حالة. لطفك يا الله. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل المخبري السلبي بلغ 9995 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 273 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 133 حالة. مشاهدينا الكرام، وتعيب وزارة الصحة دائما بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن كان هذا بلاغ ديال وزارة الصحة ليوم الجمعة إلى حدود الساعة 10 صباحا. فكما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، فالحصيلة ارتفعت 2528 حالة إصابة مؤكدة، أي بزيادة 245 حالة إلى حدود الساعة 10 من يومه الجمعة. فنتمنى من الله يلطف بنا في يوم الجمعة إن شاء الله. جمعة مباركة للجميع مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. كما شفتوا معنا البلاغ ديال وزارة الصحة مغاربة العالم، 245 حالة إضافية، فهو أكبر عدد منذ بداية حالة الطوارئ، 245 حالة إلى حدود الساعة 10 صباحا. نعود نقرأ لكم البلاغ ديال وزارة الصحة مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن لعاد التحقوا بنا. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 245 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 2528 حالة. كما سمعتم مشاهدينا الكرام، 245 حالة إصابة مؤكدة إضافية، والحصيلة 2528 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 9995 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 273 حالة لتشافات مغاربة العالم، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 133 حالة. اللهم ارحمهم. وتعيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن كما سمعتوا مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، فاليوم عرف أكبر عدد من المصابين منذ بداية الطوارئ بالمملكة المغربية، 245 حالة إلى حدود الساعة 10 من يومه الجمعة مغاربة العالم، لترتفع الحصيلة إلى 2528. فالله يجازيكم بخير مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. نجلسوا في ديورنا، فهذا هو الحل الوحيد باش نخرجوا بأقل الخسائر.
إذن فالحصيلة ارتفعت مشاهدينا الكرام، لأن عدد المخابر فهو ارتفع، فهو أكثر من 13 المخبر. إذا الناس اللي عاد دخلوا جداد معنا، غادي نعاود نحاول نقرأ لكم بلاغ ديال وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 245 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الجمعة. إذن مشاهدينا الكرام، كما سمعتوا 245 حالة جديدة إضافية، وهو أكبر عدد من المصابين منذ بدء حالة الطوارئ بالمملكة المغربية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 2528 حالة. الحصيلة ارتفعت مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن إلى 2528. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 9995 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 273 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 133 حالة. مشاهدينا الكرام، وتعيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما تنقول لكم دائما، فإلا كنتي كتحس براسك وطني وكتموت على هاد البلاد، فابقى في دارك وما تخرج إلا للضرورة، ولا دعت للضرورة أنك تخرج، فما تنساش الكمامة أو لبافيت، وتخلي مسافة الأمان بينك وبين الناس من متر ونص إلى جوج الأمتار. فالله يخليكم، بقاو في ديوركم وما نخرجوش إلا للضرورة. ما نساوش النظافة، غسل اليدين عدة مرات في اليوم، وإن شاء الله غادي نخرجوا بأقل الخسائر. إذن مغاربة العالم، كان معكم أخوكم محمد طراف مباشرة من مدينة بوفكران. إذن إلى اللقاء في موضوع آخر، مكان آخر، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.